لدى استقبال سموه لوزراء الخارجية العرب، دعا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وزراء خارجية الدول العربية إلى العمل على إصلاح ذات البين العربي والتمسك بالتعاون، فهو خيارنا الوحيد للحفاظ على مصالح أمتنا وشعوبنا العربية، وإن التكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي العربي هو سبيلنا للصمود وردء المخاطر التي تحدق بأمتنا العربية، فحال الأمة اليوم مؤلم والخطر مشترك، والحماية منه تتطلب الترفع عن الخلافات وتفعيل الاتفاقيات والمواثيق العربية وجعل قنوات التواصل العربية دائما مفتوحة. هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم المشاركين في الدورة الأولى للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الهندي الذي تستضيفه مملكة البحرين. وخلال اللقاء أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمبادرات العربية التي تعزز التعاون والتحالف للتصدي لمحاولات تقويض الأمن العربي، مشيدا سموه بمبادرات المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في توجيه دفة العمل العربي نحو المزيد من الوحدة والترابط لتأسيس قوة عربية تحمي دولها وشعوبها من الأخطار والتدخلات من خلال قيادتها لقوات التحالف العربي. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر أن تحقيق التقارب وترسيخ التعاون بين الدول العربية على أساس من الاحترام المتبادل يمثل قيمة إنسانية نبيلة يجب التمسك بها وتعزيزها، بما يضمن توفير أجواء الأمن والسلام التي تلبي تطلعات الشعوب في التنمية. لافتا سموه إلى أن التحديات التي يواجهها العالم على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية تتطلب وضع صيغ وتطورات وتصورات أشمل للتعاون الإقليمي والدولي لضمان مستويات أعلى من التفاهم والتنسيق تمكن من اتخاذ خطوات جماعية تساعد في اجتياز التداعيات والمخاطر التي تواجه العالم في الحاضر والمستقبل. من جهتهم عبر المشاركون في الدورة الأولى للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الهندي عن شكرهم وتقديرهم لاحتضان مملكة البحرين لهذا الاجتماع الهام الذي يستهدف التوصل إلى صيغ جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين الدول العربية والهند، مشيدين بما أبداه سموه من اهتمام بتطوير التعاون العربي الآسيوي وما طرحه سموه من رؤى وأفكار لتقوية هذا التعاون استنادا إلى الروابط التاريخية التي تجمعهما وما يمتلك من فرص وإمكانيات ضخمة يمكن استثمارها للنهوض بواقع الشعوب العربية والهندية.